طيب احنا السؤال الساد هادي جل مرعي المحترم، ليش وصلنا لهالدرجة انه تحس المواطن العربي والمسلم محبط مغيب؟ يعني حتى اكون صادق وياك، هسه احنا مثلا مرات من نشوف الافلام المصرية، نعم احنا الله يبعد عنا وعنكم شر الهلوسة والمخدرات ما شنو، فيوصفوا لك حال اللي ياخذ مخدرات بانه هيك ما يدري ايش يصير حوله. اشو تحسنا كلنا كعرب ومسلمين مخدرين، يعني ده تصير الامور واحنا ولا كان يمنا. شنو تغير؟ يعني شنو تغير؟ يعني هم نعم اشتغلوا نعم بالعدادات مال الشعوب العربيه والاسلاميه، احنا ورا كل هالمآسي اللي مرت علينا كعرب ومسلمين خلال خلينا نقول 50 سنه وصلنا لهالدرجه من الاحباط؟ لو وصلنا الى حاله بسبب معين، يعني ليش صارت؟ ما يهمك، عادي عادي، يموت الفلسطيني عادي، يموت العراقي عادي، يموت اللبناني عادي، خلي يقتلونهم، خلي يقتل. يعني انت تسمع كلمه هسه انت لو تنشر منشور تستهجن به الارهاب سواء بالعراق او لبنان او بفلسطين، يجي واحد يقول لك اهو خلصت مشاكلك، شو الجو؟ نعم، يريدك أن تجزئ المشاكل وتحار بمشكلتك وتنسى مشكلة غيرك ومشكلة الآخرين الذين يقتربون منك في الدين وفي العقيدة وفي النسب وفي القومية، على قاعدة أن على القاعدة التي أرادتها الصهيونية العالمية وأرادها الغرب الاستعماري والإمبريالية الكبرى التي انتهجت هذا الأسلوب منذ مئات من السنين، عندما اجتاحت البلدان الشرق أوسطية والعربية والبلدان الإسلامية وهتكتها ودمرتها وقسمتها طائفيا وعرقيا وجعلتها يعني منقسمة كما قلت في البداية على نفسها. ولذلك فهذا السلوك العدواني الغربي بتركيع العرب والمسلمين وهتك حرماتهم وتقسيمهم إداريا وجغرافيا وتاريخيا وجعلهم يتفاخرون بقومية ما وبدين ما وبمذهب ما وبجغرافيا ما وبمدينة ما وبثقافة ما، دون أن يفهموا أنهم أن الغرب وأن الاتحاد الأوروبي الآن، يعني أنا لما أتابع الآن بطولة أمم أوروبا، وأنا أتابع أمم أوروبا منذ عام 1984 التي نظمت في فرنسا، في حينه أنا أعرف أن أوروبا تضم دول عديدة وكثيرة في الشرق وفي الغرب في الوسط وفي الشمال، يعني كل دولة هي قومية وكل دولة هي لغة وثقافة مختلفة تماما عن الأخرى، ولكنهم مندمجون. ولكنك تظن، الكثير الآن ربما يظن من الذين لا يملكون المعرفة ولا يعرفون ما الذي يجري في العالم، يظنون أن الغرب أمة واحدة وأن الأوروب صح ملة الكفر واحدة، ولكن في الإطار التاريخي والجغرافي والاجتماعي والثقافي واللغوي يظنون أن أوروبا أمة واحدة بلغة واحدة بعادات واحدة بتقاليد واحدة، ويتجاهل أو ينسى أو لا يعرف أن الأوروبيين على مدار مئات ومئات ومئات من السنين كانوا يتذابحون ويتقاتلون ويحرقون بيوت وخيام غيرهم وينتهكون حرمات غيرهم ويغتصبون ببعضهم. بل الأمر ليس ببعيد، يعني في عام 1945 عندما دخلت الجيوش السوفيتية إلى برلين ودخلت القوات الأمريكية وقوات حلف الأطلسي المتحالف ضد هتلر وموسوليني إلى أوروبا، تم اغتصاب عشرات الآلاف من النساء. كانت هنالك مجزرة اغتصاب في برلين، برلين التي الآن هي حاضرة وقبلة للعالم دمرت ثم أحرقت ثم انتهكت الأعراض فيها. الثورة الفرنسية نفسها التي هي ثورة الديمقراطية، هم كانوا يقتلون وكانوا يلقون بالجثث في النهر وفي البحر عندما كانوا يبيدون، عندما كانوا يتحدثون عن أن الثورة تأكل أبنائها وأن المقصلة ستشتغل على الجميع وليس فقط على ماري أنطوانيت ولا على لويس السادس عشر الذين أعدموا أبان تلك الثورة. إذن هم يصورون الأمور بصورة واحدة وبمنظار واحد يتعلق بالمصالح الغربية والاستعمارية، وهي السيطرة على الشعوب المستضعفة ونهب ثرواتها. وهذا الأمر ليس فقط على العرب، مورس مع أفريقيا التي سرق منها الذهب والزئبق والنحاس والقصدير واليورانيوم، ويمكن حضرتك تتذكر ما حصل في النيجر قبل أشهر عندما اندلعت الثورة وانقلب العسكر على النظام التقليدي الذي كان مواليا للاستعمار الفرنسي، لأن فرنسا كانت تنهب كانت فرنسا تنهب الذهب من الوديان والمناجم في النيجر. النيجر الآن التي انسلخت عن الثوب الغربي وتحاول أن تتحرر، ومدن في أمريكا اللاتينية، في أمريكا، في بوليفيا، في فنزويلا، في كولومبيا، في البرازيل، وهذه الدول أيضا التي كانت تسمى جمهوريات الموز الآن هي تنتفض على أمريكا. والآن في أوروبا يكاد يصل الأمر، وكما يحذر ماكرون وكما يحذر آخرون، إلى حرب أهلية قد
قد تندلع بين الفرنسيين نتيجة الصراع بين أقصى اليسار وأقصى اليمين واليمين الوسط واليسار المعتدل واليسار المتطرف. وبدأ ماكرون يحذر من حرب أهلية، وماري جون لوبان الآن تعلن يعني استطاعتها أن تحكم فرنسا مع أنها هي متطرفة ومع أنهم يهددون. وأيضا في بلدان أخرى من العالم الغرب يحاول أن يوزع الثارات والضغائن والعداوات بينهم. الحرب الآن في السودان المشتعلة، تلك الإبادة في فيتنام وفي كمبوديا وفي مدن عديدة من العالم، في غينيا بيساو وفي السنغال وفي موريتانيا وفي أريتريا وفي الصومال، وتلك الاحتلالات المستمرة. العالم الغربي يوحده الطمع، الرأسمالية الغربية، تركوا القومية وتركوا اللغة وتركوا الخلاف بينهم وأسسوا شركة واحدة وهي شركة لنهب الثروات في العالم، أي أنهم احتكموا للاقتصاد وألغوا الديانة وألغوا القومية. بينما نحن الآن ما زلنا نصر على أننا نتقاتل على التاريخ ونتقاتل على الماضي ونتقاتل على الحاضر ونتقاتل على المستقبل ونتقاتل على الثريات ونتقاتل على الأفكار ونتقاتل على المبادئ ونتقاتل على فهمنا الخاص من أجل أن نتحض الفهم الخاص الآخر وأن نرفض هذا الآخر. لماذا؟ لأننا أسارة لأفكار وأسارة لنوايا وأسارة لعادات وأسارة لتقاليد وأسارة لثريات وأسارة لمطامع شخصية وعلوف الأرض ومن أجل المال والسلطة والنفوذ. ولدى الواحد منا استعداد أن يبيد الجميع وأن يبيد بلدان كاملة من أجل أن يبقى في السلطة لكم سنة. وحتى الشخص اللي يمتلك منصب ربما مدير عام أو وزير أو مستشار أو حتى رئيس قسم عنده استعداد يعمل الهوايل مثل ما يعمل الآن نتنياهو، في سبيل أن لا يحاكم، في سبيل أن لا يذهب إلى المحاسبة، يقتل بالفلسطينيين ويهدد باجتياح لبنان ويضرب سوريا، وحتى كما قال هذا المعتوه إيدي كوهين حتى أنه مستعد لضرب بغداد. لذلك أنا أقول أن المشكلة كبيرة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، وليت أننا نشكل لجنة عليا تضم الخبراء والأساتذة الجامعيين وأساتذة الفقه اللغوي وأساتذة الفقه الأديان والأزهر والحوزة والزيتونة والمكة والمدينة، لكي نبحث في أسباب هذا التردي، لكي نبحث في أسباب هذا الضعف، في أسباب هذا الانهيار، في أسباب هذا التراجع، في أسباب هذا الخلاف الذي ندفع ثمنه ونعلم أننا ندفع ثمنه لكننا نتلذذ. المهم أنني أرى سنيا يصاب بالأذى، أو أنني أرى شيعيا يصاب بالأذى، أو أنني أرى عربيا يهان، أو أن أرى أيزيديا يسبى، أو أن أرى كرديا يسلب حقه، أو أن أرى دولة عربية وأشبت فيها، وأن أرى السوداني في الجنوب يقاتل ابن الشمال، وأرى الدعم السريع يذبح بالجيش أو الجيش يذبح بدارفور، وهكذا كما يحدث الآن في مدن ومناطق عربية عديدة، وأن تحاصر مصر وأن يمنع عنها الغاز وأن أن 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 تسلب محاولة إرادتها وترفع فيها الأسعار ويحارب العملة المصرية، في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يضعف العرب ويتراجع العرب وأن يستسلموا للطموحات الغربية وللآراء الصهيونية وللآراء الأمريكية في تسريب القضية الفلسطينية وتعمية القضية الفلسطينية وإجهاض القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطيني إلى سيناء وإلى غيره من بلدان وطرد حماس والقضاء على حماس كما يدعون، ثم أنهم يقولون يجب أن نسيطر حتى على الضفة الغربية وننهي حكومة محمود عباس ومنظمة التحرير.